نفس المكان اللي سكنت فيه قبل 14 سنة، وهذا نفس الجبل اللي بالبحر كنا نطلع نصيد ونطبخ فيه. خلونا ناخذكم للذكريات القديمة الجميلة وفي نفس هذا المكان. هنا كانت الفكرة اني اطلع انا والزملاء الجبل حسان، المرسى القديم في أملج، له ذكريات جميلة. طبعا جهزت القارب وهنا وصلنا لهذه الجزيرة الجميلة، وعلى طول وصلنا وجهزنا العشاء واخذنا بعض الصور التذكارية اللي احتفظت فيها. تحياتي وتقديري لكل اصحابي في أملج اللي جمعتني معهم اجمل الايام. اما الان كل شيء تغير للافضل، الشواطئ الجميلة، النخل والمسطحات الخضراء اللي على طول كورنيش أملج، ومع ذلك ما زالت محتفظة بأماكنها التاريخية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من قناة تركوازي. اليوم عندنا رحلة بحرية مع الشباب حسن براس. أبو أحمد، هلا والله، هلا هلا حبيبي، والوحشينا محمد سلمان، يعطيك العافية. الله يعافيك. يعني اليوم أنا حشتغل بعدة السلو جيجين، حبدأ بعدة السلو جيجين، بعدين راح أحول إن شاء الله على الفاست. هذه ماكينة الفاست راح أشتغل عليها شوية إن شاء الله بإذن الله. الأجواء ما شاء الله تبارك الله، جو اليوم ما شاء الله جدا جميل صراحة. بسم الله، يلا يا رب. أول استراك الحمد لله، ده شكله ناجل ذا والله. شريفي شريفي، لا لا خلاص شريفي شريفي حلو ما شاء الله. قبل وهكاتهم ترى اعطيه باس، ترى السمك موجود بالحين. باس ولا فلو؟ باس باس، انا نازل فلو. الله سمك باس ان شاء الله تبارك الله، ان شاء الله تبارك الله. حجم طيب على جقات شرك. ها شوف سلمى، اعطيها فاست. السلام عليكم. لا لا ما يحتاج، قزة ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله. عاش عاش، صلاة على النبي، وريني عاش ما شاء الله تبارك الله. برضو على جقات شارك، صلاة على النبي. ابو احمد يلا ايش هذا؟ بشراء شكله كيف على خير ولا كذا؟ ارفع الدريب شراء شراء، اي شكله ما ادري صراحه. سابق في سابق تلاقي يطلع هناك. ما ادري يا اخي، صليخ يا ابوي، احنا في بحر عميق. هذا يا شيخ حسين والله غريبة، يا رب ما تقطع بس ان شاء الله. معقول هذا بنيته؟ الله شكله تصدق ايش بسوى زي كذا، شكله بنيته تصدق، بس من بطن لا جاي ولا منه. والله بنيته، وقف وقف بنيته كبير. ابو احمد ارفع بالله، لا بيدك بيدك بدون ده، ما فك كلام الدم. بيحوسه بيحوسه بيدك ابو احمد، بيدنا بيدك بنيته يعني. ايه بنيته ما شاء الله تبارك الله. الله ايش ذا سهو، فيلم هندي ذا. فك فك ترى ما شاء الله تبارك الله. هذه من انواع التونة، الله الحمد لله، والله سحبتها قوية يعني ما شاء الله، ما هو قد الحجم هذا لكن صراحة متعافية الحمد لله. الله الله
روح روح روح. ايش تبغى؟ روح ارمي، فين فين تبغى ترمي؟ ارمي 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 ارمي، روح روح. ما انت مسوي، روح يا ابن الحلال. اذا جاك استاذ خليني ارفع. روح، ما يسوي اكس ولا او. روح حركنا محمد يا ولد. ايش انت تمام كذا ما شاء الله؟ ايوه ايوه يا الله. حيوان، ليش ما اخذ دروس عندكم هذا ولا؟ يا شوف 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 سوى فيه العقاب هذا. عقاب اح والله قطعها. ما شاء الله تبارك الله. ايش هو؟ هو قاعد يسحب؟ حرام صوت الدرج. ارجع لي ريوس، ارجع لي ريوس. ارجع لي. يلا يا رب ان شاء الله. جيتي الله جيتي محترم. لا لا ما يحتاج. بدون وجلة، ما ابغى وجلة، ما ابغى وجلة، ما ابغى وجلة. لا كبير يا ابو سلمان. صلاتي على النبي، صلاتي على النبي. ان شاء الله تبارك الله. لا لا بدون وجه بالله. والله حبيبي ايوه ايوه تكفى. من الذيل من الذيل. لا فهمك ركز فيها. ابدا احمد هني ها ها. لا لا ما يحتاج دي دي. امسك القصبة ابو احمد. ابو احمد والله ما يحتاج. بذيله يا عيال بذيله بذيله. ان شاء الله الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. ما شاء الله. هي هذا هذا كلام والله قريب فوق. ها قريب الا الله. وربي حسيت بالهوك وهو رايح والله حسيت فيه.
والله سمعني صوت الدراك. والله ما شاء الله تبارك الله. سلمان ايش عندك وحش؟ قزل تركيز في الغداء ها؟ ولا فارس؟ فارس ما شاء الله، قلت لك تركيز في الغداء. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الجقة يا سلام. عاش ابو سلمان ما شاء الله تبارك الله. يعطيك العافية ابو سلمان. الله يعافيك. الله يبارك فيك. شكرا. معك 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 معاي ها؟ اي معك ان شاء الله. لا الضربة الأولى كانت حلوة أحلى من كذا. جيك راح في المعركة. كمي الله أكبر. بالله. شكله مليان كويس ما قطع لك. ارفع ارفع بس ارفع. ما شاء الله. والله سمينة هذه صراحة. حلو. مدينة هذه الزربانة ما تاكلونها؟ ها؟ حلو والله. ها ايش فيه قطع ولا ايش؟ اي نفس اللي ضرب معه. بقول لك اعطيني ايس تي نعناع. ايوه سلمان خذ يدك. الله ابو سلمان يعطيك العافيه. الله تبارك الله. سلام يا سلام الاحجام الحلوه. ان شاء الله تبارك الله. سلام. احلى حلو ما شاء الله تبارك الله. ان شاء الله تبارك الله. ادعو الله عيالنا خير ما شاء الله تبارك الله. ها؟ اه يا ما شاء الله تبارك الله. هذا مد اليوم كذا تياراته. كانت هذه نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نشوفكم إن شاء الله في رحلات ثانية. لا تنسونا من الدعم، وإذا حبيت تستفيد أكثر وتأخذ معلومات بحرية لا تنسى تشترك في دورة خليك بحار. راح أحط لكم الرابط تحت. نشوفكم إن شاء الله على خير. في أمان الله. مع السلامة.